مشاهدي اكسترا نيوز، اهلا بكم في هذه الفقره من منطقه بشاير الخير 2 بمحافظه الاسكندريه. هذه المنطقه التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر ديسمبر الماضي في عام 2018، واختلفت كليا من كونها منطقه عشوائيه الى منطقه حضاريه. هذه المنطقه على مساحه 13 فدان، اكثر من 1800 او حوالي 1870 وحده سكنيه توفرت لمواطني أو قاطني هذه المنطقة ووفرت لهم حياة كريمة للعيش فيها. تفاصيل كثيرة نتعرف عليها عن هذا المشروع من قبل العاملين عليه ومن قبل أيضا أهالي المنطقة في هذه الفقرة المقبلة. خلينا نبدأ من الأول، من البداية كانت المنطقة شكلها عامل إزاي؟ غيط العنب قبل ما يبقى فيه بشاير الخير 2، وفي البداية كمان بشاير الخير 1، في البداية كانت المنطقة شكلها عامل إزاي؟ إيه الحاجات اللي كانت مضايقاكم؟ إيه الحاجات اللي كانت مختلفة طبعاً عن دلوقتي؟ لا، هو في اختلاف كبير، لأن المنطقة كانت عشوائية، كان في بيوت قديمة بتقع، كان في حاجات كتير مش حلوة، فيعني في تغير كبير طبعا حصل. بشير الخير 2 طبعا في حاجات حلوه كويسه جدا فيها. الناس طبعا اول ما بداوا يسلموا استلمت الناس على طول، ناس مبسوطه، ناس فرحانه، وحضرتك زي ما انت شايفه كده. خلينا نتكلم قبل الاستلام، اول ما جم قالوا لكم احنا انتوا هتخرجوا وهنسلمكم وهتقعدوا وهنغير المنطقه وهتبقى بشاير الخير 2، كنتوا بتفكروا ازاي؟ وهل كنتوا متقبلين الفكره؟ ايوه، كنا عارفين ان احنا هنطلعوا، ده في بالعكس كان في ناس مستنيه، كان في ناس كمان مستعجله ان هي تطلع. احنا كنا عارفين من بشاير الخير 1 الناس نقلت، فعارفين ان احنا هيجي علينا الدور وهنمشي. وهنا في والدتي وفي قرايبي هنا في العماره هنا. كلميني بقى حضرتك عن النقلة دي بقى، لما جيتوا رجعتوا مكانكم وشفتوا التغيير والاختلاف في الأماكن أو بيوتكم القديمة. لا، في اختلاف كبير طبعا، بيوت متهالكة، بيوت قديمة، هنا في كل حاجة متنظمة، كل حاجة نظيفة، كل حاجة جديدة، كل حاجة موجودة. ايه المختلف تحديدا؟ ايه المختلف بالظبط؟ كان البيت شكله عامل ازاي قبل كده ودلوقتي كان البيت ايه؟ ودلوقتي البيت ايه؟ بيوت قديمة ومتهالكة وعشوائي، يعني في اسرتين ثلاثه مع بعض في شقه واحده، دلوقتي كل اسره مستقله في شقه واحده، ده دي حاجه يعني حاجه ذات نفسها كويسه جدا. الصرف الصحي، الميه، الكهرباء، الخدمات دي كانت متوفره؟ كل الخدمات هنا موجوده، كل الخدمات موجوده. قبل كده كانت الخدمات موجوده ولا كانت الخدمات ايه؟ ما كان في ميه ونور وعادش، بس كانت حاجات برضو متهالكه متهالكه، منطقه قديمه، منطقه غيط العنب قديمه قديمه جدا كمان، في بيوت قديمه قوي 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 قوي، في بيوت وقعت لوحدها قبل كمان الناس ما تطلع، في بيوت وقعت كتير في المنطقه. مشروع بشاير الخير 2 هو استكمال لمشروع التطوير العشوائي لمنطقه غيط العنب اللي كان بتوجيهات من رئاسه الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، وبالفعل نفذنا مشروع بشاير الخير 1. مشروع بشاير الخير 2 بيتكون يعني تقريبا على مساحه حوالي 13 فدان، تقريبا 60,000 متر مسطح. المشروع عندنا بيتكون من حوالي 18 بلوك سكني وعماره فرديه، البلوك بيتكون من عمارتين يعني بمجموع 37 عماره فرديه، مقسمين الى نموذج واحد خمس بلوكات سكني عباره عن ارضي، دور ارضي و13 دور سكني، عدد 11 بلوك مقسمين الى 2 دور تجاري و12 دور سكني، نموذج لعماره فرديه، عدد 2 بلوك مكونين من بدروم واثنين دور تجاري و12 دور سكني، باجمالي مساحه باجمالي 1869 وحده سكنيه. الوحده السكنيه مساحتها حوالي من 90 ل 93 متر مسطح، كامله المرافق، عدادات كهرباء وميه وغاز مسبوقه الدفع. الوحده السكنيه كامله التشطيب بالفرش بالعفش بالادوات المنزليه كامله بالاجهزه الكهربائيه كامله،
عندنا في المشروع حوالي 300 محل و15 مول تجاري بإجمالي مساحة حوالي 26,000 متر مسطح. زي ما قلت لحضرتك هو المشروع كان استكمال لمشروع بشار الخير واحد، كان غرضه ان هو تطوير منطقة غيط العنب من العشوائية من العشوائيات للمنطقة تكون حضرية. قبل ما نبدأ العمل على مشروع بشار الخير اتنين، منطقة غيط العنب كان شكلها عامل ازاي؟ لو حضرتك ممكن توصف لنا شكل المنطقه قبل ما بداتوا العمل عليها وفي اعمال هد كمان. كان في احنا دلوقتي بنشتغل برضو في مشروع بشار الخير 2 بنستكمل مراحل المشروع، فحضرتك ممكن في التصوير كان ممكن تشوفي المناطق البيوت العشوائيه كانت عباره عن فكانت عباره عن عقارات كلها بدون اساسات، ما ينفعش غير ادميه ان حد يسكن فيها، معظمها كانت عباره عن عشش. والكاميرا حضرتك ممكن برضو تشوف الوضع عامل ازاي، هو الوضع موجود دلوقتي حاليا الوضع عامل ازاي بالظبط. مصر 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 تحيا مصر. حضرتك ليكي قصة مختلفة، كنتوا ساكنين في الشقة بالشركة، حضرتك تحكي لنا كمان عن القصة دي وإيه الوضع إزاي اختلف دلوقتي؟ لا إحنا الحمد لله دلوقتي عايشين في يعني بابنا مقفول علينا ولما عيالي بعد جوزي ما توفى، فالباشوات يعني أعطونا شقة، إحنا نروح شقة وسيرف. كنتوا في البداية ساكنين مع مين وكنتوا ساكنين إزاي؟ ابن عم جوزي، واخدين شقة. ابن عم جوزي قاعد في أوضتين وإحنا في تلاتة، وأنا معايا أخي 7 عيال. فايه الشقه كانت صغيره وكده، فالوقت ده احنا عايشين مرتاحين. البيت طبعا انتوا دلوقتي بقيتوا عايشين لوحدكم؟ الحمد لله. كل يعني عيالي كانوا بيناموا في الارض صراحه، دلوقتي بيناموا ايه، بيناموا على السراير وباب شقه مقفول علينا وفي امان، والبلكونات حديد يعني والحمد لله. في خصوصيه طبعا لوحدكم. بقيت انا قاعده كده براحتي عن الاول. في احنا عارفين انه في خدمات تانية غير انه الوحده نفسها اتغيرت، او في البدايه خلينا نتكلم عن الوحده نفسها، اختلاف الوحدتين عن بعض. الاول كنتوا ساكنين الشقه كانت، انا عارفه انه المساحه يمكن كانت كويسه كانت كبيره، لكن هل كان فيها خدمات بقى، كهرباء، ميه، كنتوا عايشين ازاي؟ ايه المختلف بقى الوحده القديمه عن الوحده الجديده؟ الوحده القديمه كهرباء عادي والنور عادي والميه عادي، انما دي بقى بكروتها. يعني انت بقى ايه تبع استهلاكك هتعرفي تنظمي حياتك، يعني كارت المايه ده انت هتقدري تعيشي عليه شهر اتنين براحتك، النور كذلك. يعني كده برضك ايه، ما نقعدوش نلم واللي اخد اكتر من التاني ونتعاركوا مع بعضينا زي البيت القديم. كانت يعني الناس اللي تحت بتاخد مايه اكتر. في نظام. ايوه في نظام. احنا عارفين كمان انه البيوت مش بس اتسلمت بشكل جديد، لكن هي كمان اتسلمت مع العفش ومتشطبه، وفي في 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 خدمات كتيره كانت اتقدمت لكم، لو حضرتك حابه تتكلمي عنها كمان. ايوه في كل حاجه، في العفش، في اوضه نوم كامله، في اتنين اوضتين معيشه بنات وولاد، في الصاله فيها الركنات، فيها سفره، فيها نيش، فيها المطبخ، فيها الاجهزه، فيها كل حاجه، فيها كل الخدمات. كان شعوركم ايه لما جيتوا لقيتوا الوضع كده مختلف؟ تعالي اتفرجي عند مامتي، فرحانه قوي قوي قوي. كانت في الارضي، كانت صعبه صعبه جدا جدا جدا، والدتي يعني بالذات كانت في ارضي وكانت صعبه صعبه قوي قوي قوي، دلوقتي في فوق، فحاجه يعني مختلفه جدا. هي مبسوطه وفرحانه قوي، احنا كلنا فرحانين لها بصراحه، في نظافه وفي حاجه وفي نور وفي شمس، حاجه مختلفه بجد يعني. لو ممكن اسال حضرتك بس توصف لنا اكتر وضعكم في البيوت كان شكله ازاي؟ البيوت يمكن كانت صغيره، متهيألي كان اللي حضرتك قلتي كمان انه يمكن كان في اكتر من اسره بيسكنوا مع بعض في نفس البيت، كان الوضع كان عامل ازاي؟ السكنه جوه الشقق نفسها كنتوا ازاي عايشين؟ في ناس كتير يعني، هي المنطقه دي كلها ناس كتير عايشه، اخ بيبقى مع اخوه في نفس الشقه، اخت بتبقى مع اخوها في نفس الشقه، بيبقى يعني الوضع يعني اكتر حاجه مشاكل، مفيش راحه، مفيش، لكن دلوقتي كل واحد مستقل في شقه لوحده، دي حاجه لوحدها حاجه يعني كويسه، انجاز يعني.
طيب استاذ صابرين، غير الخدمات اللي موجوده جوه الشقه كمان في خدمات موجوده بره، احنا شايفين مولات، اسواق تجاريه، شايفين في مستشفى، في خدمات موجوده كتير. شعوركم ايه بوجود كمان الخدمات دي؟ كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده جنبنا، كل حاجه موجوده. بس ممكن اقول حاجه ناقصه؟ اتفضل. إيه الفرن؟ هو الموجود، الفرن هو موجود بس لسه ما اشتغلش، هو ده بس اللي ناقص هنا في البشير كلها. لكن كل حاجه موجوده، في سوق، في كل الطلبات موجودة، في المستشفى، في جنبنا الجامع، في كل حاجة، حتى السجل المدني جنبنا، يعني كل الخدمات موجودة، هو بس اللي ناقص الفرن موجود مكانه، حتى الآلات فيه وكده، بس لسه ما اشتغلش. مهندس محمد، احنا شفنا الفرش، شفنا الاثاث بتاع الشقق في كل الشقق تقريبا، حابين حضرتك تكلمنا عن اختيار والتصميمات بتاعت الاثاثات، ازاي تم اختيارها وازاي تم العمل عليها؟ بص حضرتك، هو كان في كام كذا شركه هي اللي قامت بالموضوع ده، كان بيجيبوا العينات بتاعتهم، وكان اللي هو احمد العزازي هو اللي بيعتمد العينات دي، وبناء على كده بيبقى عندنا في الموقع عينه من نفس العينات اللي احمد اختارها عشان خاطر نستلم من خلالها. فكان الموضوع عباره عن مع المنطقه الشماليه بقياده الشعبه الهندسيه اللي احمد العزازي، هو اللي كان بيقوم ان هو باختيار العينات الكويسه اللي سعرها مناسب وكويس بحيث تناسب المشروع، واحنا كنا بنختار بناء على العينه دي. استاذه فاطمه عبد الهادي، برحب بحضرتك. في البدايه حضرتك سكنتي هنا في بشائر الخير 2 او نقلته من اسبوعين تقريبا. خلينا ابدا مع حضرتك من اول ما جم قالوا لكم انتوا هتخرجوا واحنا هنغير المنطقه تماما وهتبقى مختلفه، هل كنتوا مصدقين؟ كان شعوركم ايه؟ اساس في الاساس ما صدقناش صراحه، يعني من المرحله، بس لما شفنا المرحله الاولى وشفنا اللي حصل فيها ولينا اهالينا سكنت في المرحله الاولى، ففعلا يعني كانت يعني طبعا اتفقنا خير ولقينا انك كويس، فاحنا طبعا كنا في بيت اهالي وكله شرك، فربنا كرمنا وخدنا وسع يعني تمام الحمد لله، وبنشكر الرئيس صراحه على اللي عمله. احنا كنا بنقول ان الغلاء غلاء غلاء، بس لقينا ان الغلاء فيه نتيجه بعديه الاحسن. فشيء زي ما انت حضرتك شايفه، الشقه متكامله من ثلاث غرف وصاله ومجهزه من عفش واجهزه وكل حاجه صراحه، يعني احنا مش عارفين نقول له ايه يعني. غير انه البيت كان بيت شركه، المختلف الوحده نفسها بالنسبه للوحده بتاعتكم؟ لا مختلف كتير جدا، احنا كنا عايشين الوضع القديم كان ايه؟ الوضع القديم كان بيوت قديمه متهالكه، يعني تقريبا احنا كان بيتنا يعتبر جاينا في الازاله كمان. فربنا كرمنا سعينا ورحنا مع سياده العميد، صراحه ما قصرش معانا، قال يا جماعه انتوا بيتكم في الازاله بس احنا طبعا برضو ان شاء الله ايه انتوا معانا، فما قصرش معانا في اي حاجه صراحه. مصر مهندس محمد العربي، حضرتك من المهندسين المشرفين على مشروع بشاير الخير 2، عشت سنتين كاملين في العمل على المشروع وتغييره من منطقه عشوائيه لمنطقه حضريه، حضرتك تكلمنا عن معيشه حضرتك للسنتين الماضيتين وابرز الصعوبات والتحديات والتغيير الكبير اللي شفته. طبعا احنا بدأنا ساعة الافتتاح في 2016، الرئيس طبعا لما جه افتتح المشروع احنا بدأنا اول يوم فيه، لو بان في التصوير احنا كنا بدأنا فيه اول يوم هدد. طبعا بدأنا اول يوم هدد ده كان شغالين 24 ساعة، كنا بنسكن الناس في نفس الوقت، بنسكنه في بشير خير واحد، بنبدأ نقطع مرافق. طبعا المرافق دي اللي كانت عاملة اكبر مشاكل موجودة، طبعا مرافق قديمة كانت موجودة كنا بنواجهها، من صرف، من غاز، من مية، من كهرباء. بدأنا اشتغلنا من 2016، قعدنا لحد شهر 12 اشتغلنا من ساعة الافتتاح في الهدد، سكننا 3 ارباع الناس في 3 شهور، المدينة طبعا كلها اتملت، هدينا حوالي اكتر من 300 عقار، فتحت لنا طبعا المسطح اللي احنا بنتكلم عليه 60,000 متر مسطح. من اكتر المشاكل طبعا اللي واجهتنا، غير طبعا الناس اللي احنا كنا بنسكنها، كان واحدة واحدة بنراعي برضو الناس عشان نسكن كل واحد اصلا في مكانه، عن طريق طبعا قرعة كانت بتتعمل، القرعه كانت بتتعمل بالتساوي عن طريق كور، زي الكور اللي موجود بتاعت القرعه، كان بتتعمل كل واحد بتساوي هو ونصيب كل واحد كان موجود، كان اللي كان بيشارك فيها المنطقه الشماليه والمحافظه وحي غرب، كان كله بيشارك فيها عشان برضه يبقى قدام الناس كلها علني، كان كله بالتساوي على كل واحد بيطلع له مكانه وكنا بنسكنه بيه، طبعا بيستلم الوحده بتاعته في نفس الوقت وكل حاجه،
من اكتر المشاكل اللي واجهتنا طبعا في المشروع الشبكات القديمه اللي كانت موجوده. طبعا احنا لازم بنحل المشاكل الشبكات القديمه دي ونهيئها بالنسبه للتصميم الجديد. فعشان نهيئها طبعا دي مع الاعتماد مع سياده اللواء احمد علي العزازي تم تسجيل جميع المشاكل الشبكات القديمه الموجوده، وطبعا اتعملت باحسن وقت باحسن جوده باقل تكلفه موجوده، والحمد لله قدرنا نحل الموضوع وبدانا عملنا الشبكات الجديده للمشروع الجديد ل 18 بلوك اللي ما كانوا موجودين. شبكات جديده كلها خلقناها من جديد، كلها اتعملت. بقى الموضوع مختلف دلوقتي بالنسبه للعماير الجديده لما جينا لحد ما الناس كلها شافت الافتتاح. الموضوع مختلف، كان طبعا احنا كنا بنشوف المشروع زمان وكنا بنهد غير اللي بنشوفه دلوقتي. طبعا كان الموضوع بعد سنين الموضوع مختلف. احنا في حاجه لاحظناها، ويمكن كمان السكان المنطقه سكان مشاعر الخير قالوا لنا عليها، فكره الصيانه الدائمه للمشروع. ازاي بتشتغلوا كمان حتى هذه اللحظه، حتى بعد تسليم الوحدات، على الصيانه، على العمل في النقطه دي تحديدا؟ طبعا هي كلها طبعا بتوجهات السيد اللي هو احمد علي العزازي. احنا بنحاول برضو بعد ما نسكن الناس الشركه بتفضل قاعده فتره برضو موجوده معانا، شركه المقاولات، بحيث تبدا تبص على الناس لما تسكن في اي مشاكل في اي حاجه بتتعمل، برضو اللي هم لو محتاجين اي حاجه بنحاول نحلها لهم. استاذ علاء الدين، برحب بحضرتك على اكسترا نيوز. حضرتك تحكي لنا عن الاختلاف، حضرتك كنت مبسوط من التغيير ده من الوحده القديمه للوحده الجديده؟ طبعا كنت يعني حاليا مبسوط خالص، لان الشتا كان بينزل، واخد بالك، مبهدل البيت وسقوفه بتخر، والبيوت قديمه بقى اكتر من 80 سنه مبنيه مرطبه كلها رطوبه وسلالم مكسره، وعشان تعملها اي عمره لازم تلف لفه ثانيه. فالحمد لله ربنا اكرمنا، واخد بالك، واتنقلنا الوحدات دي. فكره انه التسليم كمان مش بس التسليم مش بس الوحده، لكن الوحدات كمان انتوا تسلمتوها متشطبه وفيها عفش، ده وفر عليكم ايه؟ ده وفر علينا كتير، يعني عفش القديم كله ما جبناش منه حاجه، وما رضيناش نجيب منه حاجه عشان واخد بالك اللي فيه صراصير واللي فيه مش عارف ايه، واخد بالك، فخلصنا منه نهائي، جينا على العفش الجديد. بصراحه احنا الاخوه جهاز الهندسه القوات المسلحه مش مقصر في حاجه، كل شويه الباب بيخبط، صيانه المونيا، صيانه كهرباء، صيانه اي حاجه عطلانه، على طول في استمرار يعني في موضوع الصيانه بيخبط علينا. استاذ انتصار حمدان، حضرتك وصفتي الشقه القديمه والوضع القديم بانه كان جحيم. كان اوض كمان مش شقه، كان اوض وبيت شركة وحمام شركة والكلام ده، بس الحمد لله يعني ربنا نجدنا بصراحه من الوضع هناك. بصراحه احنا مش عايزين نقول لك، هناك كان الشتاء كان بيجي علينا، كنا بنحط في كل حته حله، يعني ما كناش بالغطا، كان ميه الشتاء واحنا نايمين كانت تنزل علينا الميه، فالحمد لله يعني طلعنا منها بخير. انا معايا ولد وبنت، والحمد لله نجنا من المكان هناك بصراحه، وقعدنا في حاجة احسن بكتير بصراحه. بصراحه ما كناش متوقعين ولا نحلم بيها ان احنا نقعد في بيوت وشقق بصراحه مفروشه وكامله من كله بصراحه. لما حضرتك جيتي تستلمي الشقه الجديده، كان شعوركم ايه لما شفتوا الشقه ومتشطبه وشفتوا العفش، شفتوا كل الاختلاف ده، هل كنتوا متخيلين؟ بصراحه لا، ان انا مش عاوزه اقول لك، اصلا ما كانش عندي عفش اصلا، يعني ما كانش فيه حاجه خالص. اعتبر احنا ما جبناش اي حاجه معانا، الحاجه اللي موجوده هي اللي بنستعملها كلها بصراحه. يعني الحمد لله بصراحه ربنا عالم بحالي وبحال عيالي بصراحه، ونقلنا من مكان لمكان احسن بكتير بصراحه. الخدمات بقى اللي موجوده، كان الاسواق، المولات التجاريه، الحاجات اللي موجوده في المنطقه اللي هي كمان جدت عليكم جديده وما كانتش موجوده. طبعا احنا شايفين الطرق مرصوفه، التغيير ده فرق معاكم ازاي نفسيا حتى؟ كتير بصراحه، من مكان لمكان بصراحه. بدل الواحد كان يروح السوق، دلوقتي ممكن ننزل ما فيش خمس دقائق نجيب طلباتنا كلها من المول تحت بصراحه، من ناحيه الشقق، من ناحيه الصيانه، من ناحيه كل حاجه بصراحه متوفره. يعني انا مش عايز اقول لك، انا كل شويه بيخبط عليا سباكه، كهربائي، الموتان، نجار بتاع مابوليا، كل حاجه بصراحه لو في باستمرار بصراحه. ما فيش بصراحه، يعني اقول لك الله يبارك له بصراحه رئيس السيسي بصراحه، نقلنا من حاجه لاحسن بكتير بكتير بصراحه. مصر 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 تحيا مصر، تحيا مصر.
بعد سنتين من العمل المتواصل 24 شهر يمكن كنتوا بتشتغلوا فيهم لغاية ما سلمتوا الوحدات للمواطنين، شعوركم كان ايه؟ شفتوا الموضوع ازاي؟ احنا شفنا الموضوع وشفناه من فرحة الناس، طبعا في فرحة مختلفة، ان كنت مطلعين الناس مثلا من اكشاك، مطلعينها من بيوت قايله لصوت البيوت، طبعا كانت قديمه ما فيهاش اساسات، الارض ضعيفه، ما بيصدق الناس بتبدا تشتغل، البيت بيتهز، ما كانوش بيستحملوا. فلما اشوف الناس اللي انا بنقلها من هنا، بنقلها احطها اصلا في بلوك سكني ايا كان، ايا كان الشقه فين، الفرحه دي اللي بتشوفها في عين الناس وهي بتتنقل دي مختلفه لوحدها، ده احلى شعور بنشوفه. احنا عشان عشنا الموضوع ده من الاول، يعني احنا اللي احنا على مدار سنتين انتوا، فاحنا اللي كنا بنهد المنطقه العشوائيه وشغالين على التوالي في الموضوع ده، على التوازي في الموضوع ده، وبنبني. فالمشروع وفر حياه كريمه لمنطقه، لاهل منطقه غيط العنب. طبعا من الفرق عشت العشوائيات لدلوقتي احنا عندنا زي ما حضرتك شايفه دلوقتي الوضع عامل ازاي. مشاهدي اكسترا نيوز، انتهت جولتنا من هنا من محافظة الاسكندرية، تحديدا في مشروع بشائر الخير 2. هذا المشروع الذي يعد استكمالا لمشروع بشائر الخير 1 وانتقالا او بداية لعدد من المشروعات الاخرى التي من المفترض ان تحول عدد من المناطق العشوائية الى مناطق حضرية تخدم المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة. يصل عدد الوحدات السكنية الى 30,000 وحدة سكنية توفر لهؤلاء المواطنين الحياة الكريمة. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.